وحول هذا الموضوع أشار الدكتور خالد أحمد حسن وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، أشار خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إلى أبرز الخطط المستقبلية لتنمية القطاع الحيوي بالتعاون مع مختلف مؤسسات المملكة. التوجيهات الملكية الصادرة مست قطاع الزراعة السمكي بشكل خاص، والذي يعتبر رافد أساسي لتعزيز سلعة الأسماك في الأسواق طوال العام. لا يأتي هذا إلا من خلال فتح آفاق للاستثمار في قطاع الزراعة السمكي. فحرصت الوزارة ممثلة بتوجيهات المهندس وائل المبارك وزير البلديات وشؤون الزراعة من خلال إدارتها المختصة بالقطاع البحري، أيضا أن تفعل مركز الزراعة السمكي برأس حيان، وهو يعتبر المفخس الذي ينتج الأصبعيات السمكية للعديد من الأصناف، والذي يدعم مزارع الإنتاج السمكي المحلية. كما تقوم الوزارة على طرح أيضا 15 قسيمة تمكن القطاع الخاص من الاستثمار فيها لإنشاء مزارع الزراعة السمكي، أسوى إلى ما تم طرحها سابقا من قسائم تم الاستثمار بها من خلال مشروع إنتاج ربيان والمستزرع، والذي وصل إنتاجه إلى الأسواق، وكذلك أيضا دعم من المشاريع المزارع البحرية